والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن نباتات تأكل اللحوم. اكتشف العلماء نوعا من أنواع النباتات يتغذى على الديدان وهو محب للحوم، وينمو هذا النبات في الرمال البيضاء الموجودة في ظل تحت في الصحراء مثل بقية النباتات التي تتغذى على اللحوم، وبعضها يسكن الغابات حيث تنمو في ظروف صعبة وتمتص مواد غذائية من الحيوانات النافقة عبر أسطح أوراقها، ولولا هذه القدرة على هضم اللحوم لما استمرت هذه النباتات على قيد الحياة. نقول لكل من فقد الأمل من رحمة الله تعالى، أليس الله هو من علم هذه المخلوقات أكل اللحوم ووفر لها الروائح في أوراقها اللزجة لجذب هذه الحيوانات إليها؟ هذا الإله العظيم ألا يستطيع أن يرزقنا من حيث لا نعلم؟ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يعني يقول تبارك وتعالى في هذه الآية تشبيه لهذا المخلوق: والله أعلم.